السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي، مرحبا بكم من جديد. لازلنا نواصل مع درس التماثل المحوري مع سيميتري أكسيال. وصلنا الحصة الثانية تمرين 3، أرسم مماثل الشكل بالنسبة للمحور الأحمر. عندنا المحور الأحمر هو الأكس ومحور التماثل، نرسموا المماثل ديال هذا الشكل. هذا كيفاش كنديروا رسم المماثل ديال الشكل؟ تبع معايا، كنرسموا النقط المماثله. بحال دابا هذه النقطه هذه شحال بعيده على المحور؟ 1 2، خصك ديرها كامله معاها. انت 1 2 المربعات، هنا 1 2 المربعات، اذا هذه اخت هذه، ياك؟ فين هي نقطه اخرى؟ نقطه اخرى هي هذه، نقطة أخرى بعيدة تاني مباشرة. إذا نجيو هنا أن هذه ليس هكا مباشرة، ثاني هذه تجي هكا مباشرة، لأن هذو جوج مربعات، واضح؟ ثاني هذه النقطة هذه، هذه الفوقانية، ياك؟ شحال بعيدة؟ رجعوا جوج مربعات اللور، جوج مربعات اللور، ياك؟ ثم هذه شحال؟ غتمشي لهاد الجهة مربع تا للفوق، غتمشي تا للفوق، إذا هات تا لهنا. واضح؟ شنو بقات لنا هاد النقطة هادي؟ شحال بعيدة مقابلة جوج مربعات؟ غنجيب هنا ونقابلها جوج مربعات. بقات لنا هاد النقطة هادي شحال بعيدة؟ تلاحظوا معايا شحال طالعة هادي، 1 2، إذا تاني شحال طالعة هادي؟ 1 2 من هاد النقطة، إذا نتقابلو معاها ونطلعو جوج مربعات، 1 2 هنا، والأخرى كتمشي لهيك. إذا دابا نرسموها، تابعو معايا، نرسمو هادي الأولى. ياك هادي دابا ملي درنا هاد الخط هادي، نمشيو هكا نيش انت لهاد النقطة هادي، ياك؟ حنا درنا هادي دابا، شنو بقالنا؟ نطلعو ليه الفوق، نجيو نطلعو هاك. دابا درنا هادي، شنو نجيو هاكا نمشيو هاك، دابا حنا وصلنا لهنا، شنو بقالنا؟ نهبطو لهاد النقطة هادي. شو؟ نهبطو حتى لهادي، موراها غنطلعو لهادي اللي هنا، موراها غنهبطو المحور التماثل، هادي هبطت حتى لهنا، غنهبطوها عاد. وهذا هو نفس الشكل، هذا خوه هو هذا، واضح؟ غتلونو غتلونو غتلاحظ بأنهم راهم متشابهين تماما، مثلا هاك، ما طلبوش منا نلونو، ولكن أنا باش نبين لكم انهم راهم بحال بحال، شفتوا؟ هادي اللي شويه، ولكن هو نورمالمون خصهم يوصلوها للراس، نعجتهم بعيده على حجات الكتابه ضيقت عليهم، انا ولكن انا وصلتها، واضح؟ ندوزو دابا للتمرين رقم 4. التمرين رقم 4 نشوف شنو مطلوب منا. قالك ارسم مماثل الشكل بالنسبه للمحور الاحمر، تالي نفس هاد الشكل هذا نديرو المماثل ديالو هنا بطبيعة الحال. نشدو كل نقطة ونحطوها بلاصتها، شحال بعيدة هاد النقطة هادي؟ راها فوقها، وهاد النقطة هادي شحال بعيدة؟ 2 1 2، نجي هنا، هاد النقطة هادي شحال بعيدة؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4، صافي. إلا بغيت نبقى غادي وأنا كنرسم نمشي من الضربة الأولى ونبقى غادي كنرسم، باش تبان لنا، باش تبقى غادي وأنت كتبان لك، شتي؟ هاو مشينا هكا 2 ونينا طلعنا هكا. انا بغيتي النقطة ديرها مقابلة مع اختها باش ما تدوخش، ديرها مقابلة مع اختها. دابا شنو بقات لنا؟ هاد النقطة هادي شحال بعيدة على المحور التماثل؟ 1 2 3 4، ولا نقول بأن نمشي 2 هكا، هاي جاتك مقابلة مع اختها وتبقى غادي،
يبقى انا وصلت لهذه النقطة هذه، انا هبط بمربع واحد. شفتو؟ وشحال غنمشي هاك؟ هاي تقابلت معاه، شتي هادي مقابلة مع هادي، ونمشي تنتقابل مع هادي. واضح؟ ثم هادي غنطلع لفوق، تاني غنطلع لهنا لفوق. ونمشي جوج مربعات، جوج مربعات، شتو؟ دابا شنو بقات لي؟ أنا وصلت لهنا، أنا هنا، بقات لي هاد النقطة هادي، هاد النقطة هادي كندرها، شحال بعيدة بجوج مربعات هنا، تانا ندير جوج مربعات هنا، هاهي هنا، ونسطر، صافي بقى لي ندي هادي المحور التامات. انا كملت دابا هذا نلونه، لا بغينا نلونه ما بغيناش نخليوه، لا مطلوبش منا التلوان، ما قالوا لناش لون، لكن هي باش تتضح لنا بان احنا رسمنا الشكل صحيح، الشكل المماثل. ديما خدموا نقطه نقطه، شي بغيتي تنجح في العمليه خدم كل شكل نقطه نقطه. ندوزو للتمرين رقم 5. التمرين رقم 5 شوف شنو مطلوب منا، قالك ارسموا محور أو محاورة تماثل الشكل وأتحقق باستعمال النسخ أو الطي. نشوف محور التماثل، فين حيكون هذا عنده محور التماثل؟ هذا 100% واحد، ها هو هادي عتلاقة مع هادي، هادي عتلاقة مع هادي، هادي عتلاقة مع هادي، هادي عتلاقة مع هادي، هذا صحيح، فهمت ملي غنطويهم هادو عتلاقة. نشوف شحال شي محور التماثل، هادي اختها هي هادي، هادي اختها هادي، إذا عندو تا محور التماثل لهاد الجهة، يعني ممكن يتطوى على هاكا وهاك، ممكن يتطوى من الفوق لتحت، ممكن يتطوى من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين، هات ممكن يطويه من هنا لهنا، وكلشي غيتلاقى مع بعضياته، ممكن يطويه من هنا لهنا أو من هنا لهنا، وتا هنا من هنا لهنا أو من تحت للفوق، واضح؟ إذا عندو جوج محاور التماثل. واش عنده شي حاجه هكا؟ لا، هاد ما يجوش مع بعضياته، لا ما عندوش هذيك محاور التماثل. ندوزو لهادو، ندوزو للتمرين 6. اذا هادو هما محاور التماثل، بغيت تاكد كتشد هاد الورقه وتطويها وما تصدقلكش في الدفتر، لا بغيتي نسخها بانسخ وعتحاول تجربها تلقى بان كينطابقوا على بعضياتهم. ندوزو لهاد التمرين هذا 6، قالك جو تراس لي زاكس دو سيميتري دو سي فيغور، يعني نفس التمرين هذا قالك تاني رسم محور التماثل ديال هاد الاشكال هادو. الاشكال هادو انا كيبان لي بعدا هذا هو باين، هادي تلاقى مع هادي، هادي تلاقى مع هادي، هادي تلاقى مع هادي، غنطويهم ولكن هكا ما يجيوش قد بعضياتهم، اذا هذا عنده واحد ما عندوش جوج، هذا هو محور التماثل الواحد، حيت دابا الا درت هادي، هادي ما كتشبهش لهادي، ما تقلبش عليها، ما يجيوش قد قد. نشوفوا هذا شحال عندهم محور التماثل، هذا عنده اي واحد ولكن ما عندوش بشكل عمود، اي بالك على المسطره ديما مزيان، هذا عنده بشكل افقي ماشي بشكل عمودي، هادي تلاقى مع هادي، هادي تلاقى مع هادي، هادي تلاقى مع هادي، ولكن الا جيت من هنا هادي ما عندهاش ختام، فهمت؟ اذا هذا شوف كيفاش محور التماثل جا بشكل عمودي وهذا جا بشكل افقي، وهذا راه فيه جوج محاور ديال التماثل. نمر الان الى السؤالين 7 و 8 فيهم تقويم التعلمات. لاحظوا معايا، ندوزو السؤال 7 هو الاول، قالك جو كونستخوي انشئ لا سيميتريك دو لا فيغور، يعني المماثل ديال هذا الشكل هذا التالي سويفونت بارابور ا دي، يعني محور التماثل بعلاقته مع الدي، يعني محور التماثل هو انت بنفس الطريقه اللي كنا كنخدموها قبيله، شحال هنا كل نقطه نخدموها بوحدها، شحال هنا بعيده 1 2 3، حتى هنا نمشيو مقابله مع هذه، ديما سير مقابل مع هذه النقطه 1 2 3، ها النقطة ديالنا، النقطة اللي موراها شحال بعيدة عليها بجوج مربعات الفوق عاود، ثاني كنطلع جوج مربعات الفوق، إذا دابا نرسمو هاد الشكل هذا، هاهو، ثاني شحال كنمشي تا لهنا، تنتقابل مع هادي، شتيها؟ بغيتي تحسب حسب، ولكن حنا درناها مقابلة معاها، هنا صاوبت هادو، هاهي هادي مقابلة معاها الفوق، دابا شنو خاصني؟ خاصني هاد النقطة هادي شحال بعيدة؟ 1 2 3، 1 2 3، تاني هنا غنجي 1 2 3،
وندير النقطة ديال، ومن هاد النقطة غنمشي لهنا هادي اللي صاوبت، شتو؟ ثم إلى نقطة بقات لي دابا، بقات لي هادي، شحال بعيدة هادي؟ بعيدة بمربع واحد، غنجي مقابل معاها ونبعد بمربع واحد، طبق هداك الشي اللي كنقولك ما عمرك غتغلط، هاد النقطة بعيدة بمربع، نجي على محور التماثل هنا مقابلة معاها وندير بعيدة بنقطة، ويبقى لي هاد الخط هدا نديه لهنا، شتو؟ دابا شنو بقالي؟ بقالي غير هادي ربطها مع هادي، صافي، إذا هادي عربطها مع هادي. يعني النقط ديالي كلهم درتهم، وهذا هو الشكل ديالي اللون، عيب عليكم. هذا هو المماثل ديال الشكل. ديما خاف الاول كتكون خدام كتقول واخا نمشي بحاله، ولكن من كتبع النقاط كما هما بحال دابا هادي طويتيهم، هادي هي بعيده ولكن حتى هادي هي بعيده كتلاقى مع اختها، واضح؟ هادي قريبه من كطوي ثاني كتجي مع اختها. اذا هذا هو المماثل ديال هاد الشكل. دابا ندوزو قالك انشئ مماثل الشكل بالنسبه للمحور الاحمر. دابا هنا عندنا لاكس فين جا؟ جا بشكل عمودي ماشي بحال هذا، جا بشكل افقي، اذا المماثل غيكون ثاني لهاد الجهه، واضح؟ نمشيو نقطة نقطة، هاد الخط ها هو فوق راس فوق فوق خوه بحال بحال، ما عندناش فيه مشكل، نشوف هاد النقطة هادي شحال بعيدة بجوج، غنجيو هنا ثاني وغنديرو جوج، واحد مقابلة معاها، فين مقابلة مع هنا، إذا غنديرو ها النقطة ديالنا، هاد النقطة تجي مع أختها، بقات لي هادي، هادي شحال بعيدة؟ نحسبو، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثاني نحسب سبعة هنايا. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وندير النقطة ديالي، هاهي مقابلة مع شتي، دابا هادي مرتبطة مع هادي بواحد الخط، نديرو داك الخط ديالنا، هاهي، شنو بقالي عاود آخر؟ هاد النقطة هادي كتجي هنا، إذا هاهي أختها تاني كتجي هنا معاه، فهمت؟ شنو بقالي؟ بقات لي هادي، هادي غنهبطها تاني عاود عند هادي. عجبالك هو نفس الشكل، إلا تبعتي النقط عمرك لا غلطتي، كل نقطة ديرلها ختها في الجهة الأخرى وبنفس المسافة من محور التماثل ما عمرك تغلط. واضح؟ أكملنا نشوفو التمرين التاسع شنو مطلوب منا. قالت وفاء، وفاء شنو قالت؟ قالتلك لين المربعي، المربع بحال هذا محور تماثل، وقالت إيمان بل أربعة محاور، أنسخ المربع لأتحقق من الجواب الصحيح وأرسم المحاور. قالك نسخ هاد المربع، نسخ هاد المربع شي بالأنسخ وغتحطو فوق ودير واحد بحالو، حنا ما نحتاجوش، حنا غنوريكم كيفاش غنخدمو. شوفوا كيفاش غنخدم، انا نجيب اي ورقه بيضاء ونحطها فوق من هنا ونعلم حداش مثالي من هنا، حداش مثالي من هنا، فهمت؟ ونصاوب هاد المربع ديالي، فهمت؟ نولي نقلب كاع على بغيت نكمل، غادي تجي النقطه ديالها هنا، قاتلنا هاد الطرف هذا الاخر انا عرسمه. إذا انتما كتشوفوا انا رسمت وقطعته هو مربع بحاله، وحده قالت فيهم عنده غير جوج محاور التماثل، نوريكم كيفاش محاور التماثل. شد هاد الورقه طويها، طويها هكا، ها محور التماثل ها هو واحد، شتو؟ نولي نطويها من فوق لتحت، شحال ولاو عندي؟ جوج، جوج محاور التماثل، شتو؟ هادي شكون اللي قالت عنده غير جوج؟ وفاء قالت عنده غير جوج، وعندها الصح، هما جوج دابا قدامنا، ولكن نتأكد واش مازال عنده شي محاور تماثل أخرى ولا لا، وهادي مشهورة على المربع بأنه عنده أكبر عدد ديال محاور التماثل، هو عنده أربعة، وأنا نفسر لكم كيفاش، نتوما عرفتوا غير هكا ولا هكا، ها هو محاور التماثل، وكاين وحدين أخرين أنا نوريهم لكم،
كطويها من الجنب من تحت لهنا. شوف مزيان، شوف نطابقوا ولا ما نطابقوا؟ شتي ها ما نطابقوا على بعضياته. شتو نوليو نجيبوهم ثاني من هنا لهنا. هذا باش مهم المربع عنده ربعة ديال المحاور تماما، هما هادو كتولي تجيب هادي من هنا لهنا. لما نطبقوكش عرفت ما راس مش مربع مزيان. هما مشهور المربع بانه عنده ربعة ديال المحاور تماما، والاغلبية كيفكر عيف هادوك اللي باينين كينسى هادو اللي في الجنب. هادو اللي من راس لراس، هانت هادي تاني شتو، وهادي شتو ملي طوينا هاك. إذن هادو هما محاور التماث. إذا شحال عدو؟ ها واحد، ها واحد، ها هو، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، واضح؟ واضح؟ إذا عندو أنسوا المربع تحت الجواب الصحيح، وأرسم مع المربع أربعة محاور تماثل. وهكذا كملنا التمارين ديال الصفحة 81 إلى اللقاء.